نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. مجنى العالم هذا الصباح من استقبال السيد الرئيس بشار الأسد للدكتور علاء الدين بروجيردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني والوفد المرافق له، وتناول اللقاء الأوضاع في المنطقة وأخر المستجدات المتعلقة بالتهديدات الأمريكية لشن عدوان عسكري على سوريا، حيث شدد الرئيس الأسد على أن هذه التهديدات لن تثني سوريا عن تمسكها بمبادئها وثوابتها ومحاربتها للإرهاب المدعوم من قبل بعض الدول الإقليمية والغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة. وأكد الرئيس الأسد أن سوريا بصمود شعبها المقاوم وتلاحمه مع جيشه الباسل قادرة على مواجهة أي عدوان خارجي، كما تواجه يوميا العدوان الداخلي المتمثل بالعصابات الإرهابية ومن يقف خلفها، حيث تحقق الانتصار تلو الآخر وصولا لإعادة الأمن والاستقرار لكامل ربوع الوطن. الدكتور بروجيردي عبر عن دعم ووقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا إلى جانب سوريا في وجه أي عدوان، وأكد أن شرفاء المنطقة لن يسمحوا بتمرير المخططات الخارجية التي تستهدف دور سوريا المقاوم وأمن شعوب المنطقة واستقراره. واعتبر بروجيردي أن أي عدوان خارجي على سوريا سيكون مصيره الفشل وسيرتد على منفذيه، حيث سيكون الخاسر الأكبر من هذه المغامرة الولايات المتحدة ووكلاؤها في المنطقة وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن الذرائع الواهية التي تستخدمها واشنطن للتهديد بهذا العدوان أصبحت مكشوفة للرأي العام الدولي، وأن إيران تنصح جميع العقلاء في هذا العالم بالضغط على أمريكا لتجنيب المنطقة والعالم مخاطر إشعال حروب لن يستطيع أحد السيطرة عليها. وفي الإطار ذاته التقى الدكتور وائل حلقي رئيس مجلس الوزراء الدكتور بروجيردي والوفد المرافق له. كما التقى وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني والوفد المرافق له. وفي مؤتمر صحفي عقده في السفارة الإيرانية بدمشق قال بروجيردي إن على الأمريكيين السير بطريق الحل السياسي بدل اللعب بالنار، وأكد بروجيردي أن سوريا ستظل في موقعها المهم وهي لن تهتز، وأن أي عدوان على سوريا ستتسع حدوده إلى كل المنطقة. زيارة وفد مجلس الشورى الإيراني إلى سوريا تأتي في إطار ثلاثة أهداف: الأول دعم سوريا باعتبارها الركيزة الأساسية في محور المقاومة، والثاني إعلان معارضة طهران وبشدة لأي عدوان عسكري ضدها، والثالث إدانة استخدام الغازات السامة ضد الشعب السوري. الدكتور بروجيردي أكد أن السياسة الأمريكية وحلفائها في المنطقة منذ بداية الأزمة في سوريا كانت خاطئة، والأزمة يمكن تجاوزها من خلال حل سياسي واحد بين السوريين أنفسهم. ندعو الأمريكيين بدل اللعب بالنار إلى السير بطريق الحل السياسي، إن أي عدوان عسكري ضد سوريا ستتسع حدوده إلى كل منطقة الشرق الأوسط، وقبل كل ذلك فأنه سيهدد أمن الكيان الصهيوني الذي لم ينسى حتى الآن أنه تعرض لهزائم كبرى من قبل المقاومة منذ عام 2000، وإذا ما حصلت حرب خامسة فسيكون هو المهزوم. وأضاف بروجيردي إن الأمريكيين يعرفون بشكل جيد إمكانات إيران في حل الأزمات في المنطقة، وهم يعلمون أن مؤتمر جنيف الدولي حول سوريا لن يعقد ولن ينجح من دون حضور إيران، وما هو مهم لنا ألا يكون المؤتمر مسرحية بل أن يحمل الحلول بالنسبة للأزمة في سوريا. تصريحات أوباما تدل على أنه لا يريد أن يدخل في أزمة ثالثة بعد أن امتحنت بلاده أزمتين في العراق وأفغانستان وما زالت تعاني منهما وتكبدت مليارات الدولارات، وبالتالي فهي لا تريد الدخول في أزمات أخرى. وقال بروجيردي
إن سياسة إيران في منطقة حساسة ليست سياسة عدوانية راغبة بالحروب، بل هي سياسة بناء أفضل العلاقات مع جيران في الدول العربية. ولكن إذا قامت الولايات المتحدة بحسابات خاطئة في المنطقة فسيكون ردنا حاسما. ليعلم الأمريكيون ويتذكروا ما قاله القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، إن زمن الهجوم والفرار ولا، ونحن في إيران سنجابه بقوة أي عدوان، وسندافع عن مصالحنا الوطنية. وأضاف بروجوردي، قبل 9 أشهر أرسلنا مذكرة إلى الإدارة الأمريكية أبلغناها فيها أن معلوماتنا تشير إلى وجود سلاح كيميائي لدى المجموعات الإرهابية ونحن قلقون من استخدامه، ولكن لم تكن هناك ردة فعل من الأمريكيين. ونحن اليوم نطرح السؤال مرة أخرى، لماذا لم تكن هناك ردة فعل منهم؟ وهل الأمر ليس مهما بالنسبة لهم؟ زمان تغيير حكومتها. الأمريكيون من خلال حساباتهم الخاطئة وضعوا أنفسهم في مأزق ويحاولون الخروج منه من خلال الكونغرس، ونحن نقول أن رفع درجة حرارة الأزمة في سوريا كان تصرفا خاطئا، وكان من المفترض بأوباما ألا يخضع لضغوط اللوب الصهيوني والمتشددين في الإدارة الأمريكية. وأضاف بروجوردي أن الدول الإسلامية وشعوبها ابتليت بحركات منحرفة تكفيرية تقتل المسلمين، وهذا بلا شك يخدم الكيان الصهيوني، ولذلك ندعو علماء العالم الإسلامي من أجل العمل على إنهاء هذه الرؤية التكفيرية. وعدم تحقق الكونغرس الأمريكي اليوم يقف أمام امتحان تاريخي في مجال الدفاع عن المصالح الأمريكية في المنطقة التي نعتقد أنها غير مشروعة وغير قانونية. وفي حال حدوث حرب خامسة فالكيان الصهيوني سيتعرض لهزيمة كبرى ويمكن أن تكون مختلفة عن الهزائم السابقة. وأشار بروجوردي إلى أن السيطرة على أي عدوان عسكري ضد سوريا وبسبب موقع المنطقة الحساس لن يكون بيد الولايات المتحدة الأمريكية، ولن تكون هي من يقرر متى تنتهي هذه العملية العسكرية. رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أكد أن السبب الأساسي في الموقف والتصرف الأمريكي يعود إلى صمود سوريا بعد فشلهم في تغيير الأوضاع عبر إرسال الإرهابيين والسلاح إليها. وقال لاريجاني في كلمته الافتتاحية لجلسة مجلس الشورى الإيراني إن التحضيرات الأمريكية لشن عدوان على سوريا حيل قديمة ستفشل أمام إرادة الشعوب، موضحا أن المؤلم في القصة هو تعهد العديد من الدول الإسلامية بتحمل نفقات العدوان على سوريا والتحريض عليه بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية التي تقف خلف المعلومات التي تتحدث عنها أمريكا عن استخدام السلاح الكيماوي. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد أن اللجوء إلى القوى في المنطقة سيشعل نيرانا من الصعب إخمادها، واستنادا إلى ذلك فإنه من المنطقي أن يستفيد الرئيس باراك أوباما من هذه الفرصة لتجنب القيام بإجراء خاطئ، مشيرا إلى أن الكونغرس الأمريكي لا يستطيع الموافقة على شن عدوان على سوريا من ناحية القوانين الدولية، ومجلس الأمن وفي ظروف خاصة يمكن له وبإجراء جماعي، وعلى هذا الأساس فهناك حاجة إلى قرار من مجلس الأمن. محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب يؤكد خلال استقباله وفدا إيطاليا ضرورة توحيد الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتخليص البشرية من إيديولوجيته التدميرية. ووزير الإعلام عمران الزعبي يؤكد أن سوريا تضع كل الاستعدادات لمواجهة أي عدوان محتمل. أشار محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب خلال لقائه وفدا من الجالية السورية في إيطاليا وناشطين سياسيين إيطاليين أن سوريا منذ أكثر من سنتين تتعرض لإرهاب دولي منظم على أيدي عصابات تكفير بغية حرفها عن مسارها القومي العروبي. ولفت اللحام إلى أن الإدارة الأمريكية وحلفائها الغربيين وبعض الأنظمة العربية الرجعية يسعون إلى تقويض أسس الدولة السورية مستخدمين ذرائع واهية وفبركات إعلامية تقودها وسائل إعلام مضللة بغية إقناع الرأي العام العالمي بهذه الذرائع وتبرير جرائم العصابات الإرهابية المسلحة. أعضاء الوفد الإيطالي عبروا عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب الشعب العربي السوري في مواجهته للتهديدات الغربية والأمريكية. السيناتور الإيطالي السابق فرناندو روسي بيّن أن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة
وعدد من الدول الغربية في المنطقة وآخرها ما يحدث في سوريا هدفه ضمان أمن إسرائيل والسيطرة على ثروات المنطقة ونهب خيراتها. هناك دور البرلمان مثلا دور البرلمانيين في سوريا في توعية الشعب بهالحملة اللي عم تقودها أمريكا ضد الشعب السوري، طبعا هي حملة الحرب على العراق وراح الشعب العراقي ضحية بالمعامرة الأمريكية. سيسجل التاريخ أن الإمبراطورية الأمريكية سقطت على أسوار دمشق، سقطت على أسوار صلاح الدين، على يد أبناء السلطان باشا الأطرش، على يد أبناء الشيخ صالح العلي، على يد أبناء كل شريف، وقبل كل ذلك سقطت بقيادة هذه القيادة الحكيمة، قيادة الدكتور بشار حافظ الأسد. وزير الإعلام عمران الزعبي أوضح خلال لقائه الوفد الإيطالي أن الولايات المتحدة تصر على اتهام سوريا باستخدام السلاح الكيماوي من دون أدلة لشن عدوان عليها في محاولة لنجدة العصابات الإرهابية المسلحة بعد تقدم الجيش العربي السوري وتحقيقه انتصارات كبيرة. نقف مع الشعب السوري في ظل التهديدات لقوى الهيمنة والإمبريالية، هذا ما أكده الوفد الإيطالي في مجلس الشعب، وشدد على فبركة الاتهامات في الغرف الإعلامية السوداء بما يخص الأسلحة الكيميائية وحقوق الإنسان، ويعتبر أمريكا وحلفائها أبعد عن إيصال الحقوق إلى أصحابها. لأخبار التلفزيون العربي السوري، بشار صقر من مجلس الشعب. وجهت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رسالة إلى الأحزاب القومية العربية بشأن إرهاب الدولة الأمريكي، أكدت فيها أن الحرب الإرهابية على سوريا تشهد تصعيدا نوعيا يتمثل بالتهديد الأمريكي باستخدام القوة وحشد الأساطيل تحضيرا للعدوان على بلد مستقل وذي سيادة. وقالت القيادة يأتي هذا التصعيد بعد فشل المحاولات السابقة لإخضاع سوريا بما في ذلك دعم وتدريب وإرسال عشرات الآلاف من المرتزقة الإرهابيين الذين يعيثون فسادا حيثما وجدوا، فينتهكون الأعراض ويقطعون الرؤوس ويمثلون بالجثث ويدمرون المنازل على رؤوس ساكنيها في موجة هستيرية من الحقد على شعب سوريا الأبي الذي رفضهم وقاومهم. وقالت القيادة القطرية في رسالتها إن التهديد الأمريكي يمثل انتهاكا فظا لمبادئ القانون الدولي وللأعراف الإنسانية، ويعرض المنطقة بكاملها ومعها السلام والأمن الدوليان لأشد المخاطر. والأهم من هذا كله أنه ينتهك سيادة سوريا ويعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر فيما يعد من أسوأ أنواع إرهاب الدولة وأكثرها خطرا. وأشارت القيادة القطرية إلى أن الشعب السوري كان دائما بأطيافه كلها يقف بكل شجاعة ويضحي كل التضحية لدعم أشقائه العرب في محنهم وأزماتهم، وتشهد له الشعوب العربية بذلك وعلى رأسها شعب فلسطين الأبي وثورة الجزائر والعدوان الثلاثي على مصر وشعب الكويت ولبنان والعراق والصومال والسودان. وقالت القيادة القطرية إن الشعب السوري يؤكد لأشقائه في كل مكان في وطننا الأكبر أنه سيواصل تصديه للعدوان الأمريكي الإسرائيلي الإرهابي المدعوم من بعض دول المنطقة وأنظمتها التابعة والمأمورة، دفاعا عن استقلاله وكرامته ومستقبله، ودفاعا عن القضايا القومية للأمة العربية وعن حق هذه الأمة في التطور الحر والمزدهر والمستقبل المزدهر، وعن مبادئ سيادة الدول وحريتها والتوجه نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب. ودعت القيادة جميع الأشقاء العرب لإدانة هذا العدوان بشكل صريح وواضح عبر جميع أشكال الإدانة من بيانات وتصريحات واحتجاجات وتظاهرات شعبية. الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال هلال أكد أهمية المتابعة والتواصل بين قيادات وجماهير المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والالتزام بالسلوك النابع من تقاليد شعبنا وأمتنا. واستمع الأمين القطري المساعد خلال اجتماعه مع رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية إلى عرض شامل لأوضاع المنظمات والنقابات وقضاياها وسبل حلها بما يعزز دور الجماهير العاملة على المواجهة السورية الشعبية الشاملة لأخطر عدوان تشنه دول الاستعمار الحديث والكيان الصهيوني وعملاؤهما في المنطقة على سوريا.
وشدد هلال على ضرورة التحلي بأخلاقيات الحزب لمواجهة واحدة من أخطر حروب العصر وأشدها إرهابا وتدميرا. وبحث المجتمعون أهمية تأمين حقوق الجماهير التي تمثلها المنظمات والنقابات، حيث يكون الحزب دائما إلى جانب مطالبهم العادلة ويسهم في تلبية حاجات العيش الكريم لهم وتحسين مستوى معيشتهم. كما بحثت القيادتان القطريتان لحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا وفلسطين في اجتماع مشترك بدمشق سبل تطوير نشاط الحزب لمواجهة المرحلة التصعيدية على الأمة العربية. وجهت القيادتان التحية والتقدير إلى جماهير الشعب العربي ومواقفها الرافضة للتهديدات الأمريكية لشن عدوان على سوريا، ولا سيما في ظل ارتهان أغلبية الأنظمة العربية ومؤسساتها الرسمية لقوى الهيمنة والاستعمار الحديث، حيث عبرت الجماهير العربية عن إيمانها بأن سوريا شعبا وجيشا وقيادة تدافع عن مصالح العرب وقضاياهم وتطلعهم نحو الاستقلال الحقيقي والكرامة وتحرير فلسطين من العدو الصهيوني المحتل. يأتي الاجتماع هذا في إطار الجهود التي تبذلها القيادة القطرية لحل الحزب في سوريا لتعزيز دور حزب البعث وتطوير نشاطه وفعاليته استنادا إلى تجربته النضالية الراسخة ودرايته بأساليب العمل الكفاحي الشعبي الواسع في حالات العدوان على الوطن. رفضا لتهديدات أوباما ضد سوريا، نظم أبناء الجالية السورية في المغتربات ومتضامنون ضد الحرب في أمريكا وقفات تضامنية مع الشعب العربي في سوريا واحتجاجا على أي عدوان عسكري عليها. حتى ولو كانوا في الجزء الآخر من العالم تنبض قلوبهم بحب سوريا الوطن الأم. إنهم أبناء الجالية السورية في أمريكا توجهوا برفقة العديد من الأمريكيين إلى شرفات البيت الأبيض، فيما توجه آخرون إلى ساحة بوسطن، بينما كانت ولايات بنسلفانيا وجورجيا وكاليفورنيا وشيكاغو وفلوريدا محطات للمناهضين لسياسة أوباما، وهم يحملون يافطة تعارض التدخل الأمريكي في سوريا وترفض أي عمل عسكري ضدها. وأجمع المشاركون في وقفاتهم على أن سوريا ستنتصر وتخرج من أزمتها أكثر قوة ومنعة، وما تتعرض له اليوم من إرهاب دولي منظم على أيدي المجموعات التكفيرية المسلحة لا يستهدفها فقط بل يرمي إلى تقسيم الأمة العربية ونهب خيراتها. أوباما وعد الأمريكيين بأنه لن يوجد أي ضربة عسكرية لسوريا، لكنه خذلنا لأن هدفه هو حماية تنظيم القاعدة في سوريا. جئنا إلى هنا كي نتظاهر مرة أخرى في محاولة لمنع حرب جديدة في الشرق الأوسط قبل اندلاعها. ولايات متعددة في أمريكا أرسل أبناء الجالية السورية رسالتهم إلى الشعب السوري وجيشه البطل وشهدائه الأبطال لتكون كلمة السوريين واحدة في كل أصقاع العالم، لا للإرهاب ونعم لحماة الديار. وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ يؤكد أن بلاده استبعدت نهائيا أي مشاركة لها في توجيه ضربات عسكرية ضد سوريا، فيما المظاهرات المناهضة تستمر في بريطانيا كندا ورومانيا وغيرها. توحدت أصوات الرافضين للتهديدات الأمريكية بالعدوان على سوريا في مختلف بقاع العالم، فمن العاصمة الكندية أوتاوا ومدن كندية عدة تجمع متظاهرون من أبناء جاليتنا ومنظمات شعبية كندية ليعبروا عن رفضهم لأي عدوان أمريكي ضد سوريا. وقد تمت تغطية هذه المظاهرة للمرة الأولى من قبل وسائل إعلام كندية محلية. اليوم نتحدث العديد من اللغات، لكننا نتوحد بلغة واحدة تجمعنا وهي لغة السلام والتضامن. مشكلات الشرق الأوسط لا يمكن أن تحل من خلال القنابل والضربات الجوية والتدخل في شؤون الدول، بل
عبر احترام إرادة الشعوب. ارفعوا أيديكم عن سوريا، لا تجار الدماء، ارفعوا أيديكم عن سوريا. سوريا بلد التاريخ، سوريا بلد الحضارة. لندن هي الأخرى شهدت مظاهرات مماثلة، حيث تجمع الآلاف من المتظاهرين بدعوة من منظمة أوقف الحرب ترحيبا برفض البرلمان البريطاني المشاركة في أي عمل عسكري ضد سوريا. كما تجمع متظاهرون أمام السفارة الفرنسية في العاصمة البلجيكية بروكسل ليؤكدوا معارضتهم لأي عدوان على سوريا تحت مزاعم استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية. اعتدناه بالحرية دخلوا علينا الإرهابية. وفي العاصمة الرومانية بوخارست نظمت فعاليات ومنظمات شعبية مظاهرات عكست مدى الرفض الشعبي لأي عدوان أمريكي على سوريا. وفي نيودلهي شارك أبناء الجالية السورية والعديد من الأكاديميين ورؤساء الأحزاب الهندية في مسيرة تضامنية مع سوريا ضد التهديدات بشن عدوان عليها. ألمانيا رحبت بقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما التراجع عن شن ضربة عسكرية وشيكة على سوريا بعد طلبه موافقة الكونغرس على أي خطوة عسكرية يمكن أن تتخذ ضد سوريا. واعتبر وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيلي أن قرار أوباما الحصول على موافقة الكونغرس يظهر مدى جدية ورصانة الأمور التي يجري وضعها بالاعتبار في الولايات المتحدة على حد وصفه. بابا الفاتيكان فرانسيس الأول يجدد معارضته للتدخل العسكري في سوريا ويعلن يوم صوم في العالم من أجل السلام فيها. والأزهر الشريف يعرب عن رفضه الشديد لإعلان الرئيس الأمريكي نيته شن عدوان على سوريا ومبادرات هنغارية وتشيكية لرفض العدوان. لنصلي معا من أجل أن يهب الله السلام لسوريا المحبوبة ولترتفع صرخة السلام مدوية في عالم يسوده السلام في السابع من الشهر الجاري يوم الصوم من أجل السلام في سوريا في ساحة القديس بطرس هنا من السابعة مساء وحتى 12 منتصف الليل سننضم للصلاة معا وبروح الندم لنسأل الله أن يهب الشعب السوري المحبوب السلام. بهذا القول أعلن البابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان يوم صوم وصلاة في العالم أجمع في السابع من أيلول من أجل السلام في سوريا وفي الشرق الأوسط، فيما دعا المطران عطلة حنا رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس إلى إعلاء الأصوات الرافضة للحروب والدمار والعنف التي يدفع ثمنها الأبرياء. الأزهر الشريف أعرب عن رفضه الشديد واستنكاره نية أوباما شن عدوان على سوريا مؤكدا أن هذا الأمر يشكل اعتداء وتهديدا على الأمة العربية والإسلامية واستهتارا بالمجتمع الدولي ويتخطى كل الحدود والأعراف الدولية. كما جدد نبيل فهمي وزير الخارجية المصري معارضة بلاده بقوة أي عدوان عسكري ضد سوريا اتساقا مع مواقفها السابقة المعارضة للتدخل العسكري في سوريا. وفي السياق نفسه أكدت قوى وأحزاب وشخصيات سياسية مصرية رفضها المطلق لأي عدوان أمريكي على سوريا وأصدرت بيانات استنكرت فيها التخاذل العربي في مواجهة هذا العدوان الذي يشن على الأمة العربية بأسرها. كتاب ومثقفون تونسيون أكدوا أيضا رفضهم لأي عدوان يستهدف سوريا، وقال اتحاد الكتاب التونسيين في بيان له إن سوريا تقاوم بكل ما أتيت من جهد وبتضحيات الجيش العربي السوري العظيم هجمة استعمارية وإرهابية غير مسبوقة هدفها القضاء على كل مقاوم للمشروع الصهيوني المقيت. الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف أصدر بيانا صحفيا حث فيه الأطراف الدولية على التوصل فورا إلى حل سلمي للأزمة في سوريا، وأكد أن الحل العسكري سيؤدي فقط إلى مزيد من الدماء.
مبادرتا لا للقواعد والإعلام المستقل، والأديبة التشيكية لينكا بروخازكوفا والمحلل السياسي التشيكي أندرجي كوسينا دعوا السياسيين إلى رفض العدوان على سوريا متسائلين عن موقف الاتحاد الأوروبي مما يجري، وأنه إذا كان ليس له موقف فما هي مبررات وجوده. في سياق متصل، طالبت منظمات المجتمع الأهلي الهنغاري وهي منتدى من أجل سوريا ورابطة الأمة الحرة وجمعية سفح القلعة حكومة بلادهم بألا تساعد بأي حال في العدوان على سوريا، وأصدرت المنظمات بيانا تحت عنوان لتقل هنغاريا لا للإرهاب لا للعدوان على سوريا. تحت عنوان على أجسادنا، بدأت مجموعة من شباب سوريا اعتصامهم المفتوح في جبل قاسيوم بدمشق بهدف حماية المنشآت وتطويق الأماكن التي يعتقد أن تكون هدفا للاعتداءات الأمريكية. طب عليا طب عليا يلي بتحبوا سوريا، طب عليا اللي راية أمتنا العربية. تعالت الصرخات وتكاتفت الأيادي تأكيدا على صمود السوريين واستعدادهم للتضحية في سبيل الوطن. ببساطة هذا هو رد السوريين الذين بدأوا باعتصامهم المفتوح تحت عنوان على أجسادنا في جبل قاسيون على العدوان الأمريكي المحتمل على سوريا، والهدف تشكيل درع بشري لحماية المنشآت العسكرية والمدنية. نحن اليوم فعالية على أجسادنا، هاي الفعالية هي نحن لنأكد أنه نحن والجيش بخندق واحد. رسالة الفعالية واضحة، لن تمر إلا على أجسادنا. أننا سنشكل هنا في سوريا، نحن شباب سوريا الآن سنشكل دروعا بشرية لنحمي المراكز الحيوية من القنوات الإعلامية، من مراكز عسكرية إلى الساتلايتات التي سترسل كل هذه الصور عندما يعتدون على بلدنا سوريا. انطلق المشاركون من ساحة الأمويين إلى قاسيون. وعند الوصول بدأوا بنصب الخيم على أصوات الهتافات للتخييم. هي تعبير عن أفكار وعن أحلام كتير من الناس اللي هن بدهم يشاركوا، يمكن ما قادرين يحملوا سلاح لأنه هلأ هو وقت السلاح وقت القتال بوجه العدوان، فعلى الأقل بالشي اللي هن قادرين فيه، يعني اللي هي أنه يساهموا بالموقف، يساهموا بأنهم يحطوا حالهم دروع بشرية لحماية مؤسساتي مؤسسات الوطن. أي وقفة شعبنا مع البلد ومع قائدنا لرد عدوان أمريكا الإرهابي، ونحن واقفين وصامدين. نحن شعب مقاوم، ما بنرضى بأي اعتداء على أرضنا. رسالتنا واضحة وصريحة جدا، إذا صار عدوان غاشم على أرضنا فنحن كمدنيين عزل جايين لنحمي أرضنا بأجسادنا العارية. نحن هون ما منخاف من أوباما، وكلنا عاتنا بنوقف مع الجيش العربي السوري، ورح هو رح يحمينا ونحن رح نحميه. جايين هون نقول لبيك سوريا، نحن جايين نثبت إنه ما لنا خايفين من العدوان الأمريكي الصهيوني على سوريا، ونحن جايين نفدي سوريا بدمنا ورواحنا. قل له لأوباما بدك تضرب ضرب أكثر من اللي صار ما رح يصير، والحمد لله ما لنا خايفين، ما رح نترك وما رح نتنازل عن مواقفنا، والله يحيي سوريا ويحيي الجيش العربي السوري. نحن ما منخاف من أوباما لأن الشعب السوري بحياته ما خاف مشان يخاف من شقفة أوباما. شعب وجيش كل منهم مستعد للتضحية في سبيل حماية وطنه سوريا قلب العروبة النابض. إن رادوا الحرب فنحن أهل لها، وإن رادوا السلم فنحن من أرض أرسلت السلام إلى كافة أصقاع الأرض. لأخبار التلفزيون العربي السوري، محمد جربوع من قمة جبل قاسيون الشامخ دمشق. وتحت عنوان هنا دمشق، نظمت حشود من المصريين وقفة احتجاجية في القاهرة رفضا للتهديدات الأمريكية بشن عدوان على سوريا وتأكيدا على وقوف الشعب المصري إلى جانبها. هنا دمشق، تحت هذا الشعار نظم الطيار الشعبي والقوى الناصرية بمصر مسيرة تضامنية مع سوريا، انتهت وقفة أمام مبنى جامعة الدول العربية
وصفت التظاهرة التهديدات الأمريكية بشن عدوان على سوريا بالبربرية. سننتصر في هذه المعركة وسينتصر الشعب السوري وسينتصر الشعب العربي على هذه البربرية الأمريكية وعلى الصهيونية، وستظل سوريا قائدة المقاومة العربية في المنطقة ضد الكيان الصهيوني وضد أي تدخل أجنبي. التهديدات الأمريكية الأخيرة بشن ضربات على سوريا هو إفلاس أمريكي نتيجة الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في كثير من المناطق ضد القوى المتطرفة وضد الجماعات المسلحة التي تدعم من قطر والسعودية وتركيا. نهدد المصالح الأمريكية إذا كان لهم مصالح عليا يدافعون عنها بمحاولة توجيه ضربة عسكرية لسوريا، فإحنا بنقول لهم إحنا اللي هنهدد أمنكم وإحنا اللي هنهدد مصالحكم. إنما يقدمه يعني الشعب المصري في هذه التظاهرة هو تعبير ورد للجميل حينما يعني قامت قوات الغربية بقصف صوت القاهرة وتوقف بثها وانطلقت من دمشق هنا القاهرة من دمشق. ما يتم الآن من مسيرته هو رد للجميل، فضلا عن أن الشعب السوري والشعب المصري هما شعب واحد لدولة واحدة. وأكد المشاركون أن قوى الشر والعدوان لن ينالوا من سوريا التي تمثل محور المقاومة في المنطقة، منددين بتخاذل الجامعة العربية التي وقفت إلى جانب المشروع الغربي في تفتيت المنطقة. استمرار حالة البلطجة السياسية الأمريكية واستمرار لحالة الاحتقار للقانون الدولي. ليس هناك فارق بين أوباما ولا بين جورج بوش الابن ولا جورج بوش الأب. هذه المؤسسة الصناعية العسكرية السياسية المعادية للحقوق والمصالح العربية مستمرة في مخططها. مصر وسوريا شعب واحد من شعبين، وهذه التهديدات ستطول دول عربية أخرى وهي مؤامرة على العالم العربي. وأعلن المتظاهرون أن الجماهير العربية لن تتسامح مع الذين يقفون في صف العدوان من أنظمة وقوى خانت عروبتها وارتمت في الأحضان الأمريكية، مؤكدين ثقتهم الكاملة في النصر السوري على المؤامرة. دم الشهيد جول جمال اللي استشهد دفاع عن الجيش المصري الشعب المصري مش هينساه، والطائفية والعنصرية خيانة. وبقول للدول العربية الدور علينا واحد واحد، زي الله واحد كده. لو سقط الجيش السوري هتسقط سوريا وهتسقط مصر. حراك شعبي يشفح مصر العروبة تضامنا مع الدولة السورية ضد التهديدات العسكرية الأمريكية وتنديدا بمواقف الأنظمة العربية المتخاذلة. من أمام جامعة الدول العربية، عصام سلامة، الفضائية السورية. ميدانيا وفي ريف اللاذقية، قال مصدر عسكري ان وحدات من جيشنا الباسل اوقعت العديد من ارهابي جبهة النصرة قتلى ومصابين، ودمرت ادوات اجرامهم في قرى الكبير، مرين، درة سوداء وسلمى بريف اللاذقية الشمالي. قضت وحدات من جيشنا الباسل على عصابات إرهابية مسلحة في ريف دمشق جنوبي شركة الكهرباء وشرقي دوار المناشر في جوبر. عرف منهم متزعم العصابة الإرهابية المدعو خالد شاموطة وأنس الشغري. كما قضت على إرهابيين عند دوار ثانوية في حرستة، بينما نفذت وحدة ثانية عملية نوعية دمرت خلالها أوكانا لعصابات إرهابية مسلحة في مزارع عالية وقرب مبنى المالية في مدينة دوما، وقضت على الإرهابيين راتب الديراني، سعيد الكحتي ومحمد العطا. وقضت قواتنا على أفراد عصابة إرهابية مسلحة على محور المزارع المحيطة ببلدة القاسمية ودير سلمان في عمق الغوطة الشرقية. عرف من القتلى محمد الطويل. في الريف الجنوبي لدمشق، قضت قواتنا على الإرهابي الليبي أبو نمر الغفراني وقاسم البزري وأسعد بركات، بينما دمرت وحدة ثانية وكرا للإرهابيين في حجيرة، وقضت على 3 إرهابيين كانوا بداخله هم الأردني عبد المعين نواصرة، نبهان الحفيري ورامز المخلف. وفي بلدة الذيابية تم القضاء على الإرهابي السعودي نواف العنزي، في حين لاحقت وحدة ثانية مجموعة إرهابية في منطقة العلالي
وأوقعت متزعمها الملقب أبو عاصم. إلى ذلك تم القضاء على 4 إرهابيين وإصابة آخرين في الجبال الشرقية للزبداني، إضافة إلى إيقاع 20 قتيلا بين إرهابي جبهة النصرة في مزارع ريما بمنطقة يبرود. كما دكت قواتنا أوكارا للإرهابيين شمال بلدة رنكوس وفي مزرعة برتا وأرض الشطاح جنوب حوش عرب، وقضت على العديد من الإرهابيين ودمرت ما بحوزتهم من أسلحة وذخيرة. تستمر قواتنا الباسلة في ملاحقة العصابات الإرهابية، فعلى طريق حمص طرطوس ضبطت الجهات المختصة ذخيرة متنوعة في مخبأ سري بحافلة، من بينها طلقات رشاش عيار 162 وطلقات قناصة فال وطلقات قاذفات أربيجي. ونبقى في حمص، حيث قضت وحدات من جيشنا الباسل على 16 إرهابيا من جبهة النصرة ودمرت عددا من أوكارهم ومقر اتصالات في تلبيسة والدار الكبيرة. من بين الإرهابيين القتلى متزعم أحد العصابات الإرهابية ماجد خشفة الملقب بالخطاب وطارق برق وزياد علوش وطارق درويش، إضافة إلى ماجد جناح مما يسمى كتيبة أحرار الشام. في العراق، قوات حرس الحدود تحبط لليوم الثاني محاولة تهريب مواد طبية وغيرها إلى العصابات الإرهابية في سوريا، وتحرق 3 شاحنات وتواصل عملياتها الاستباقية ضد تنظيم القاعدة الإرهابي، وتقبض على 49 إرهابيا بينهم متزعم بارز فيما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام، اعترف بارتكابه جرائم دموية ضد الشعب العربي السوري خلال قتاله ضمن زمرة النصرة الإرهابية. لليوم الثاني على التوالي تحبط قوات الحدود العراقية محاولة تهريب مواد مختلفة إلى العصابات الإرهابية في سوريا، ففي اشتباك مع عصابة تهريب على مقربة من منفذ ربيعة على الحدود السورية العراقية، تمكنت قوات الحدود من إحراق 3 عجلات حمل كبيرة محملة بالسجائر ومواد طبية كانت العصابة تبغي تهريبها إلى عصابات الموت والدمار في سوريا. وفي سلسلة عمليات استباقية تمكنت القوات المسلحة العراقية من اعتقال 49 إرهابيا منهم 18 في الموصل و18 في مناطق الهيجل والشرقاط والصينية في محافظة صلاح الدين، و9 حاولوا إدخال أسلحة خفيفة وأعلام من قطرية وتركية وسعودية إلى ساحة الاعتصام في الرمادي. وكان من بين المعتقلين قيادي بارز فيما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام، اعترف أثناء التحقيق بارتكابه جرائم دموية أثناء قتاله ضد الشعب السوري ضمن زمرة النصرة الإرهابية. لقد بذلت قيادة قوات الحدود جهود كبيرة جدا، ليس فقط على صعيد الوجود الميداني واللوجستي، ولكن حتى على صعيد الجهد الاستخباراتي، وأغلب المحاولات التي تكون في عملية التسلل من وإلى الحدود السورية تكون هي في يد قبضة العدالة، في قبضة القوات العراقية، قوات الحدود العراقية. وكشفت إحصائية لبعثة الأمم المتحدة في بغداد عن مقتل 804 عراقيين وإصابة 2003 عراقيا في جرائم العصابات الإرهابية خلال شهر آب الماضي. وأشارت الإحصائية إلى أن العاصمة بغداد كانت الأكثر تضررا، إذ بلغ عدد ضحاياها 1272 بين شهيد وجريح. نادي العبيدي، تلفزيون العربي السوري، بغداد.